بعد يومين إن شاء الله هتنطلق الدورة الخامسة من ملتقى أولادنا الثانوي في دورته الخامسة لذوي الهمم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 16 نوفمبر وحتى 22. الدورة الحالية استثنائية بيلتقي فيها ذوي القدرات الخاصة زي كل سنة وبيبدعوا زي كل سنة وبقول إيه بيبهرونا زي كل سنة بمدى المهارات والقدرات الفائقة اللي عندهم سواء بقى في الفنون في الفلكلور في أمور كتيرة جدا جدا هنشوفها السنة دي. يعني هنشوف كده كوكتيل دولي هيقدموه أولادنا وحبايبنا من ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة. برحب بالعزيزة الدكتور ميرفت أبو عوف عضو مجلس أمناء ملتقى أولادنا ضيفتنا عبر زوم. دكتور ميرفت مساء الخيرات وكل دورة لأولادنا وأنتم طيبين ومتألقين. ربنا يخليك يا استاذ عمرو، شكرا دكتور. جزيلا، يعني انا سعيده ان انا ابقى معاكم جدا جدا. يا دكتور لما حضرتك تبقي سعيده امال احنا نعمل ايه؟ ده احنا اللي سعداء ومتشرفين. ربنا يعني الله يخليك شكرا جزيلا. الله ارجوكي قولي لنا بقى محضرين لنا ايه السنه دي؟ لا يعني بص، هو كل سنه الحقيقه بنبقى فاكرين ان خلاص هو كده الاخر اكتر حاجه ممكن تعملها، بس والسنه اللي فاتت طبعا عشان ظروف الكوفيد وكورونا وكده ما قدرناش نعملها انترناشونال، يعني ما قدرناش الدول اللي بنستضيفها ما قدرناش نستضيفها السنه اللي فاتت، فعملناها بس محلي. فالسنه دي بقى الحقيقه مدام سهير عبد القادر اللي هو رئيس مجلس الامناء الحقيقه قامت بدور طبعا جبار، والمره دي لاول مره كمان معانا الافرو تشاينا ففي شق افريقي صيني وفي نفس الوقت في الجزء الدولي، ففي دول كتيره جدا مشتركه، احنا 33 دوله طب. من وكمان السنه دي علشان السنه دي هي السنه اللي بتحتفل بيها روسيا بالسنه الثقافيه بتاعت روسيا، فروسيا هي بلد الشرف في الدوره دي، ضيفة الشرف في الدوله دي، قصدي في السنه دي في الدوره دي. والحقيقه الفعاليات بقى كمان اختلف فيها، يعني بقى فيها اقسام مختلفه، بقى فيها سينما بقى وكل مشتقات السينما، يعني لو كان مونتاج لو كان موسيقى استعراض، لانه الفورم ده او المنتدى ده الحقيقه بيبقى مركز على الجزء الفني في اولادنا، وبيذهلونا بمقدرتهم الفنيه والتقنيه وفي النحت وفي في مجالات مختلفه تماما ما بنبقاش متخيلين ان ممكن يكونوا بهذا القدر من الاتقان، ومن طبعا المشاعر الجياشه والسعاده الفائقه ليهم ولاهاليهم الحقيقه. طبعا رسالة، يعني أنا بنتهز طبعا وكلنا شوق إن شاء الله إن إحنا نتابع هذه الدورة يوم 16، يعني بعد 3 أيام أهو إن شاء الله، وننتظرها بفارغ الصبر. ولكن عايز رسالة من دكتور ميرفت أبو عوف لكل أسرة، لكل أب وأم، ربنا أكرمهم ربنا أكرمهم يكون عندهم ملاك جميل زي ده، وانصحيهم إزاي ينموا قدرات هذا الملاك ويستغلوها. يعني اولا تحياتي ليهم، يعني حقيقي تحياتي واحترامي وتقديري لكل فرد من افراد العيله، من اول يعني اولادنا لاهاليهم اخواتهم اصدقائهم اللي بيمرنوهم اللي بيبقوا معاهم طول الوقت، لان هم الحقيقه بيبقوا عندهم قدرات ممكن تكون اكثر بكثير من الشخص العادي. يعني صحيح. انا مثلا ضعيفه جدا في الحساب، في منهم عندهم مقدره فائقه في الحساب، فعشان كده احنا مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا لما بنحاول ندمجهم في المجتمع، وده دور الاهالي بقى ان هم فعلا يحاولوا انهم يدمجوهم، والدمج ده يبقى دمج حقيقي طبعا، مش دمج بس بالصوره. يعني كترت دلوقتي مؤسسات الدمج او وسائل الدمج اللي كان زمان كان صعب، مش كل الناس عندها المقدره الماليه انها تعمل ده. دلوقتي حضرتك شايف ان ده بقى متاح لكل المستويات؟ يعني طبعا الحقيقه يعني بالاراده السياسيه بتاعت سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بجد الوضع اختلف، يعني الاهتمام بقى اهتمام حقيقي، وعدم
عدم المقدره ان انت تغير ثقافه ده شيء من اصعب الاشياء. انت ما بت يعني انت مش بتغير مش بتغير نظام جديد ولا مش بتحط نظام جديد، لا انت آه، بتغير ثقافه تفكير مدفونه في وسلوك. انه صحيح طبعا انه اولادنا ذو القدرات دي مش هيقدروا فعلا يعملوا حاجه ايجابيه. فحتى لما بيبقى في كوتا زمان ان يبقى في من ذوي الاحتياجات الخاصه بيشتغلوا في مهن معينه 5%. برضه ما بيبقوش بيشتغلوا. كانوا بيشتغلوا كانوا مهمشين يعني، بس مجرد ان الاسم انت موجود هنا. دلوقتي اصبح مهم جدا جدا انه اصحاب الاعمال طبعا بداوا يشوفوا فعلا انه الاولاد دول ممكن ينجزوا وممكن يقوموا بدور فعال جدا أكيد وايجابي جدا وحقيقي. أكيد فاحنا محتاجين بقى النوع ده من النمط أكيد يستمر لفتره طويله، إن شاء لانه الله تغيير الثقافه بتاخد وقت. إن شاء الله. وبرياده وبجد برياده من النوع ده وباراده سياسيه طبعا جاده كده، انا يعني الحمد لله يا رب ان احنا ماشيين مستبشرين في الخط خير كلنا الصحيح ومتفائلين ان خير شاء إن الله شاء الله. ان أنا شاء الله بشكر حضرتك مرة ان تانية شاء الله دكتور ميرفت أبو عوف، عضو مجلس أمناء ملتقى أولادنا. كل التوفيق إن شاء الله لأولادنا وحبايبنا المشاركين يعني في هذه الدورة من أولادنا، وأيضا لحضراتكم وجميع القائمين والمنظمين، وطبعا للقيادة السياسية اللي بترعى هذا الحدث المهم لولادنا وإخواتنا من ذوي الهمم والقدرات الخاصة.